هسيبكم مع هذا التقرير عن قصة نجاح 3 أشقاء مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وأقول لكم تصبحوا على خير. إلى اللقاء. احنا نجارين باب وشباك، نجارين باب وشباك وموبيليا، وطبعا المهنه ديت اخدينها عن ابويا كان نجار، وكان شغالين في المهنه في كفر الشيخ، وكان عندنا ورشه صغيره في كفر الشيخ، وبدانا هنا في العاشر. المهنه ديت يعني نفر شغال فيها وحبيبها بامانه، يعني لان دي مهنه سيد المسيح عامه يعني. فالحمد لله اشكر ربنا، يعني ربنا واقف معانا واتجهنا برضو هنا برضو في العاشر للصندوق، الصندوق الاجتماعي بتاع العاشر من رمضان، وقف برضو معانا شوية، وبدأنا بقرض في قرض، والحمد لله برضو يعني الدنيا تمام. أول قرض كان 250,000، بعدها في القرض الثاني كان ب 500، والقرض الثالث طالبين منهم 2 مليون. 250,000 بدأنا بمكانتين صغيرين، الحمد لله مشيت الموضوع شوية، وال 500 جبنا بعد كده 500 منهم، طورنا برضو المكان شوية ومشينا الحمد لله. احنا ماشيين مع السوق زي السوق ما بتتطلب في النمو، بنتطلب مع السوق. لما ادانا الكارد توسعنا، بالتالي زودنا عماله، البيوت عددها كتر، ان احنا الحمد لله بفضل ربنا فتح المصلحه، فتحت كذا بيت، بدل ما بيت 2 3 بقى 10. الصندوق برضو ليه فضل كبير. التسهيلات اللي انا وديت له اصل المشروع بتاعي واصل المكان بتاعي اللي انا معايا مصنع في 6/8، خد العقد بتاعه وخد كذا، وقال لي طيب ماشي، قدم لي دراسه جدوى، قدمت له دراسه جدوى، والتسهيلات تمام، مفيش اي حاجه، مفيش معوقات وقفت يعني. طبعا لما اشتغلنا لقينا الجهاز موسع في المشاريع في العاشر كتير قوي، بالنسبه للعماير والبيوت الاهالي وبيوت ابن بيتك، واشتغلنا على الاساس ده كتر الشغل معانا، وبدانا من النقطه دي. احنا طموحنا ان احنا المصنع يتكبر ويتكبر ويتكبر، ويبقى يعني المصنع رقم 1 على الشرق الاوسط ان شاء الله في خلال 10 سنين اللي جايين علينا خير باذن الله. هو سبب النجاح هو المصداقيه في العمل. ترى عملك مظبوط، ربنا يوفقك.